ينضم إلي مباشرة من مدينة بنغازي عبر الأقمار الصناعية عبر الهاتف. نعم، أحمد المهدوي. سيد أحمد، في البداية أهلا بك. شهدنا تصريحات فتحي باش آغا في اللقاء التابع لإعلام الإخوان قبل قليل، تصريحات يشوبها الكثير من التناقضات، أيضا لاقت تعليقات و استنفار كبير من المجتمع الليبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حدثني عن أو علق لي عن ما شاهدته في هذا اللقاء. اهلا بكم، مرحبا مشاهدي قناه الحدث. سمعنا نحن ما قاله فتحي باش آغا من سيطره الميليشيات على العاصمه طرابلس، وما يعني اللي اخرج الحقائق، يعني اللي اعطت السبب، يعني حتى تقندت وكذبت ما كانوا هم يعولون عليه ويقولون بان هم حماه للدوله المدنيه او يسعوا لتكوين دوله مدنيه، وشوهوا صورة الجيش الوطني وحتى أهدافه والاستراتيجية اللي كان ينتهجها لتخليص العاصمة من هذه الميليشيات. اعترف فتحي باش آغا بوجود هذه الميليشيات وأن هذه الميليشيات ضد الدولة المدنية وضد الديمقراطية وضد أي شيء يمس بالمؤسساتية أو تكوين أو إعادة سيادة وهيبة الدولة. إضافة لأن فتحي باش آغا أوضح للجميع بأن القوى السياسية في غرب ليبيا، بمعنى القوى الوطنية أو حتى القوى أو النخب، غير متوحدة. يعني لكل قوة أو لكل نخبة أو شخص سياسي لديه ايديولوجيته ولديه ميليشيا معينة يتم تطبيق هذه الميليشيا. لذلك هو يرى كما يرى الجميع بأن يجب أن تكون العاصمة خارج طرابلس، أو نقل جميع المراكز الإدارية إلى خارج العاصمة لمن شكل الوجود الميليشياوي في العاصمة من خطر. وهو ما يعني كشف الحقيقة للجميع بأن الحرب كانت شرعية منذ البداية لتخليص العاصمة من هذه الميليشيات أو حتى لحماية اقتصادنا وحماية موارد الدولة الليبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فتحي باش آغا يحاول أن ينتهج نهج غيره، يعني أسلافه اللي سبقوا وحاولوا أن يعودوا إلى مد أصول وجسر التواصل مع المنطقة الشرقية، بقوله بأنه لا مانع لديه بأن يتواصل مع المشير خليفة حفتر أو عقيلة صالح، متناسي بأنه هو من وقف ضد الحوار وهو من وقف ضد مؤسساتية الدولة، وكل ما كان يعرقل بناء الدولة كان وراءه فتحي بشارة. لذلك أعتقد بأن فتحي بشارة يحاول أن يكون له دور أو يبحث أن يكون له دور في الخارطة السياسية الجديدة، خصوصا وأن المجتمع الدولي يرى الآن ينظر إلى ليبيا في من هو يريد التواصل أو يريد فعلا حل أو حلحلة الأزمة الليبية، ومن هو ضد تكوين الدولة والمعرقل الرئيسي. واكتشفت الحقيقة للجميع بأن قيادة الجيش الليبي كانت هي السباقة إلى دعم المبادرات السياسية أو حتى فتح أسر التواصل مع غيرها من النخب في غرب ليبيا. طيب سيد أحمد، أيضا تحدث وزير داخلية حكومة الصخيرات عن تأييده لمقترح جعل مدينة سرت عاصمة مؤقتة لليبيا، وأيضا أكد على أن طرابلس غير آمنة. برأيك هل هو هذه التصريحات، هل هي محاولة قفز على المصالحة لربما في الفترة القادمة، أم كيف قرأت هذا التصريح؟ نعم أستاذ منذر، هو فتحي باش آغا كما قلت هو حاول أن يقفز إلى الأمام، ويرى ويعلم بأن جميع المبادرات أو حتى الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تنتهج أو توجه الحوار أو المسارات السياسية إلى أن تكون سرت هي العاصمة أو نقل مؤسسات الدولة إلى سرت حفاظا على ما تبقى لها من استقلالية أو غير ذلك. ففتحي باش آغا يحاول أن يقول للجميع بأنه هو يعني رجل حكيم ورجل يبحث فعلا عن استقلالية العاصمة وعن نقل الموارد أو خوفه على الموارد الليبية، فلذلك هو يقول أنا مع نقل العاصمة. هو مجبر على هذا الخيار لأن جميع المبادرات أو حتى حوار بوزنيقة أو من هم يجتمعون في 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 سويسرا وغيرها كلهم يعني وجهوا على هذا الاتجاه، ان تكون سرت هي العاصمه المؤقته الى ان تستقر العاصمه او لان يوضع حلول فعليه ورسميه لهذه الميليشيات التي انا ارى ان هي العائق الرئيسي لاي حل سياسي في ليبيا، لان هذه الميليشيات لن تقبل باي حل ولن تقبل باي مبادره تكون هي خارج هذه المبادره. اضافه الى ان فتحي باش آغا
يريد أن يوصل أو يريد أن يخرج لنا برسالة بأنه هو الرجل القوي في غرب ليبيا، وهو الذي يجب أن يعول عليه بأي جلسات حوارية أو أي تفاهمات بين الشرق والغرب. جزيل الشكر المحلل والأكاديمي سيد أحمد المهدوي، كنت معي مباشرة من مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك.